انا زعلت انه لما خلص الجيم اجاني تليفونات من برا وعم بيهنوني على الشيء اللي صار في لبنان اسمه موجود. زعلت على هذا. من تتوقع ان يكون رئيسا لمصر في المرحله المقبله؟ بصراحه انا بتشكك في الجميع. بدي ارجع اعتذر من كل المشاهدين اللي علقوا امال علينا، بس هيدي كانت كذبه اول نيسان. ومن ميل ثانيه مش كل شيء بخبروكم اياه على الهواء بتطول وبتضعفوا وبيطلع شعركم بروح السكري ما بعرف دغري تصدقون. للنشر مع طوني خليفه السبت بعد الاخبار على الجريده.